أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه السائلة تقول: أنا طبيبة استشارية وأمي تحتاج إلى زراعة سمن في أمريكا. نعم. تقول: سلمك الله، أنا طبيبة استشارية وأمي تحتاج إلى زراعة سمن في أمريكا، وكل الإجراءات منتهية حتى التأثيرات، لي ولأمي جاهزة، والوقت في حالتها مهم، إلا أن تأثيرة أخي وهو المحرم معنا في كل أسبوع يقولون إنها تنتهي في الأسبوع الذي بعده. السؤال: هل يمكن لي أن أسافر أنا وأمي ثم يلحقنا أخي بعد ذلك، لأهمية الوقت في هذه الحالة؟ لا يجوز السفر إلا بمكة. عليكم بمحاولة إنجاز تأثيرة المحرم بأي وسيلة، وتتصلون بأهل الخير ومن لهم تأثير على المسؤولين عن التأثيرات ليستقلهم الضرورة التي أنتم فيها. ولا أظن إن شاء الله أن أهل الخير يقصرون في هذا، إذا عرفوا حالتكم لا أظن أنهم يقصرون في هذا. فعمد أحد من أهل الخير يتصل بالمسؤولين عن التأثيرهم يشرح لهم وضعكم